قبل كل هذه التفاصيل والقضايا، نتوقف عند قضية كنا اعتقدنا بأنها تخصنا وحدنا، لكن تبين أنها تخص كل اللبنانيين وتعنيهم ويهتمون بها. اسم شركة باك تردد في الأسابيع الأخيرة عشرات المرات. قرأنا مقالات وتحليلات وشاهدنا تقارير وسيناريوهات عن انتهاء الشراكة بين باك وبين المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال. لكن ما هي هذه الشركة؟ وما هي حقيقة العلاقة بين الـ LBCI التي يملكها لبنانيون وفي مقدمهم الشيخ بيير الظاهر، وبين شركة باك التي يملكها الأمير الوليد بن طلال؟ إليكم القصة كلها. بدأت القصة في 7 أيار 97، يومها أسس المساهمون اللبنانيون في LBCI إلى جانب رجل الأعمال السعودي صالح كامل شركة LMH لبنانيز ميديا هولدينج التي تملك باك ليميتد والبي سي الفضائية والبي سي أمريكا والبي سي أوروبا، وبقيت LBCI شركة مستقلة بمساهميها اللبنانيين فقط. جدير ذكره أن 51% من أسهم باك والفضائية اللبنانية كان يملكها لبنانيون، وكان الشيخ بيير الظاهر المساهم الأكبر في هذه النسبة. في العام 2003 وبنتيجة اتفاق تسوية بين صالح كامل والوليد بن طلال، حل هذا الأخير محل صالح كامل في شركة LMH التي تملك LBC سات وباك بنسبة 49%، وهي حصة صالح كامل. فحافظت LBCI على العدد الكافي والضروري من الموظفين لتشغيلها، والتحق الموظفون الآخرون بشركة باك للإنتاج. وفي نهاية العام 2008 تقررت زيادة رأس المال بنسبة كبيرة، وبالتالي أصبح الوليد بن طلال يملك الأكثرية المطلقة في باك والفضائية اللبنانية، على أن تستثمر هذه الزيادة لتحسين شبكة البرامج وتطوير الإنتاج تحت إشراف بيير الظاهر. عام 2010 دخل روبرت ميردوك شريكا في هذه المجموعة، وتم دمج باك والفضائية اللبنانية بروتانا، وكان بديهيا أن يؤدي تعاون الأمير السعودي وصاحب أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم روبرت ميردوك إلى تطوير المجموعة وتحسينها، لكن ذلك لم يحصل. فما الذي حصل؟ وما الذي أدى إلى الصرف الجماعي لموظفي شركة باك للإنتاج؟ 397 موظفا في شركة باك التي يملكها الأمير الوليد بن طلال لم يتقاضوا بعد رواتبهم عن شهر آذار، وليس في الأفق ما يشير إلى أن هذه المشكلة ستحل قريبا، ما يرتب على الموظفين وعائلاتهم مزيدا من الأعباء لا قدرة لهم على تحملها. بكرة جاي العيد، وبتعرف الضيقة المادية اللي عم نمرق فيها، صرنا هلأ بثمان شهر مش قابضين معاشاتنا، ومش عارفين هذا الشهر إذا رح نقبض كمان. عندنا مستحقات مدرسية، عندنا سوطة سيارات، سوطة بيوت، هول كله عم يتراكموا علينا، وبتعرف انت قالوا البنوك ما بترحم. بيطلعوا على التلفزيونات كل يوم وتبرعنا للمؤسسة فلاني، للجمعية فلاني، التاني، للنادي الفلاني، وفي عالم 400 عائلة بيعطينهم على المجهول يعني. بالنسبة لنا مش محتاجين نحن مسادات من حدا، ونحن بنقدر ندبر حالنا. كلنا متعلمين وكلنا بنقدر ندبر حالنا، نحن بنطلب من الوليد بن طلال يعطينا حقنا من شركة باك. وبس أنا ماني جاي أطلب منه منحة للأمير وليد مثل ما هو معود يوزع منح على الطلاب، أنا جاي طالب بحقي لأنه أنا عم بشتغل ولازم أخذ مصرياتي. نحن لمعلقين لمطلقين، بس لنفهم شو عم بيصير بالأول بنرجع منشوف أملنا كبير بالله. صرخة هؤلاء الموظفين في شركة باك هي لسان حال باقي زملائهم، وفي حال عدم الاستجابة لها من قبل الذين اتخذوا القرار بعدم الدفع، فإن التحرك القانوني القضائي من قبل الموظفين للحفاظ على هذه الحقوق وغيرها يصبح مشروعا. يمكن للأجير في هذه الحالة أن يراجع وزارة العمل، حتى أن يراجع مجلس العمل التحكيمي، لأنه قد يخفي ذلك صرفا تعسفيا مقنعا، بمعنى أنه الإطالة في عدم الدفع وكأنما يراد به تهشيل أو صرف المستخدمين تحت يعني ذريعة عدم توافر الأموال المرصودة لذلك، وهذه الذريعة يجب التدقيق بها والتفحص ما إذا كانت حقيقة مطابقة للواقع أو لا.
قضية وقف المعاشات لموظفي باك أتت في أعقاب إرسال الشركة في 21 آذار الماضي كتابا إلى وزارة العمل تطلب فيها التشاور لصرف 397 موظفا لأسباب اقتصادية في محاولة للتملص من التعويضات التي ترافق كل عملية صرف. وقد تقدم وكلاء شركة باك في 26 آذار وذلك في أول جلسة للتشاور بمستندات مالية يزعمون فيها أن خسائر مالية لحقت بالشركة. الجلسة الثانية للتشاور كانت محددة في الرابع من نيسان وقد سبقها بيوم واحد توجيه إنذار من قبل وزارة العمل لشركة باك تطالبها بدفع معاشات الموظفين، إلا أن الشركة لم تمتثل للإنذار، كما أن وكلاءها لم يحضروا جلسة التشاور الثانية من دون الإعلان عن الأسباب، مكتفين فقط بإبلاغ مفتش العمل بعدم حضورهم. هذا الأمر أنا بعتبره أمر خطير. أنا بلفت نظر شركة باك أنه التشاور مع الوزارة هو أمر إلزامي، وأنه إذا ما تم في إمكانية أنه الوزارة تعتبر انه صار في تعسف في استعمال حق الصرف. ليش؟ لانه الوزاره ما بتكون وقفت على الاسباب الحقيقيه للصرف اللي هي يجب ان تكون اسباب اقتصاديه بحت وبالتالي مبرره لصرف جماعي مثل الذي حصل. المقصود استاذ بسام ينعرف بشكل واضح انه الوزير العمل والوزاره حريصان كل الحرص على ان كل الحقوق تصل العمال والموظفين والمستخدمين والأجراء في مؤسسة باك في لبنان، وأنه لن يصار إلى أي يعني تهاون في هذه المسألة. قد تكون قضية وقف المعاشات عن موظفي باك محاولة من إدارة الشركة لإظهار وضعها المادي السيء أمام وزارة العمل كي لا تدفع تعويضات عمن تعتزم صرفهم، إلا أنه في كل الأحوال فإن الظروف الاقتصادية تخضع للتحقيق، كما أنه لا يمكن لمن قام باستثمار غير مدروس أن يصرف موظفيه من دون تعويضات حتى ولو كان القانون يعطيه بعض الأسباب التخفيفية. رغم الأزمة لم يتوقف الابتكار لدى موظفي باك، فجمعوا أسماء البرامج في نص مكتوب ذي معنى خلصوا فيه إلى أنهم مع حقوقهم أحمر بالخط العريض.